أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. يونمي تدعو لضبط النفس عقب حادث القتل في معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. البرهان يؤكد انحياز المنظومة الأمنية للتغيير في السودان والمضي فيه بكل تجرد وصولا لحكومة منتخبة. حكومة ولاية الجرام تعلن عن إعادة فتح المعابر الحدودية بين السودان وإثيوبيا بصورة رسمية. أهلا بكم. أصدرت اليونامت بيانا صحفيا دعت فيه إلى ضبط النفس عقب حادث القتل في معسكر كلمة للنازحين في جنوب دارفور، وحثت من خلاله المجتمعات المختلفة في ولاية جنوب دارفور على التحلي بضبط النفس والهدوء عقب حادثة القتل التي وقعت اليوم في معسكر كلمة للنازحين، والسماح للشرطة بالتحقيق في مقتل شخصين وإصابة ثالث. وأشارت يونمد إلى أنها وتمشيا مع تفويضها المتعلق بحماية المدنيين فقد استجابت على الفور وقامت بنشر وحدتين من الشرطة المشكلة وولدت عسكرية في المعسكر حول لتفعيل أي اشتباكات أخرى أو أي أعمال انتقامية محتملة ناجمة عن حادثة القتل هذه. وقد دعا الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورئيس اليونامت جيريمايا مامابولو المجتمع في كلمة إلى عدم السماح بتفاقم الأوضاع، وشجع جميع الأطراف على اللجوء إلى الوسائل القانونية في التعاطي مع هذه الجريمة. أكد رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن المنظومة الأمنية انحازت للتغيير وستمضي فيه بكل إخلاص وتجرد وصولا لحكومة منتخبة. وقال خلال التنوير الذي قدمه اليوم لقيادات جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة حول القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي إن واجب القوات النظامية العمل من أجل الحفاظ على البلد وحماية المواطنين والعمل بتجرد والتحلي بالصبر والروح الوطنية. وحاضنتها السياسية وشهادة التنسيق العالي الذي بذل كافة الجهات المختصة لدراسة مطلوبات البعثة الأممية لتحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني. وأكد على التعاون الوثيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطن والتي تتصل بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومعاش المواطن. أعلن عضو تجمع المهنيين صلاح جعفر سعيهم لإعادة هيكلة التجمع في سبيل بلورة القيادة بما يسمح بالمشاركة العادلة لمكونات العملية السياسية بشكل ديمقراطي يضمن أكبر قدر من التوافق. ونادى صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده تجمع المهنيين ظهر اليوم، نادى ببناء وتقوية تنسيقيات تحالف قوى الحرية والتغيير في الولايات المختلفة وتقوية العلاقة فيما بينها والمركز والتوافق على آلية للمتابعة تضع الهياكل وتعد تقريرا تقييميا للفترة الانتقالية مع ضرورة ضبط العلاقات بين قوى الحرية والتغيير ومؤسسات السلطة الانتقالية. وأشار إلى أن علاقتهم مع قوى الحرية والتغيير مبنية على الشراكة والاستقلالية بما يقتضي الوقوف على مسافة واحدة من كل الكتل للمشاركة في الثورة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل 12 وفاة و76 حالة تعافي. وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 120 حالة، ولاية الجزيرة 19 حالة، النيل الأبيض حالة واحدة، القضارف 4 حالات، شمال كردفان حالة واحدة، جنوب كردفان حالة واحدة، وغرب كردفان حالتان، فيما سجلت حالات التعافي حسب الولايات في ولاية الخرطوم 47 حالة، ولاية الجزيرة 15 حالة، شمال كردفان 14 حالة تعافي. وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ 6730 حالة والوفيات 413. ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية.
أعلنت حكومة ولاية القضارف عن إعادة فتح المعابر الحدودية بصورة رسمية في كل من معبري الجلابات واللوكدي أمام حركة الواردات والصادرات من البضائع والسلع بين السودان وإثيوبيا. وكانت حركة المعابر قد قيدت وأغلقت منذ مارس الماضي في أعقاب قرار السلطات قفل الحدود الدولية بسبب جائحة كورونا. وقالت أميرة هاشم الجدال المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف إن معبر الجلابات قد فتح بشكل جزئي خلال شهر رمضان لانسياب حركة الوقود والغاز إلى إثيوبيا تنفيذا للبروتوكول التجاري الموقع بين البلدين، مع السماح بدخول الشاحنات السودانية التي كانت عالقة بالجانب الإثيوبي. وقالت أميرة إن الخطوة تأتي في إطار جهود الدولتين لاستئناف حركة التبادل التجاري بين الدولتين. وأشارت إلى أن الاجتماع الثنائي الذي عقد أمس الخميس في منطقة الجلابات أمن على انسياب حركة البضائع والواردات بين الطرفين بصورة رسمية مع الالتزام بالاشتراطات والقيود. أكد والي نهر النيل عبد المحمود حماد حسين على أهمية الشراكة بين الولاية ومنظومة الصناعات الدفاعية في مجالات التصنيع والزراعة والمجالات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اللقاء بمدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق مرغن إدريس. وأحيى الوالي جهود المنظومة في تقديم المعينات للولاية وولايات السودان المختلفة لمجابهة جائحة كورونا، وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها منظومة الصناعات الدفاعية في دعم اقتصاد الولاية والمجالات الخدمية التي يحتاجها مواطنو الولاية. اليوم نحن في مجموعة الصناعات الدفاعية قمنا بزيارة لمناقشة بعض القضايا والقواسم المشتركة بيننا وبين مجموعة الصناعات الدفاعية. هذه المجموعة التي يعني تعمل في عدد من المجالات، مجالات التصنيع ومجالات الزراعة وعدد من المجالات. نحن جينا عشان نقول لهم نحن بنشكر لكم جهودكم و معيناتكم اللي قدمتوها للولاية ولعدد كبير من الولايات في إطار مكافحة جائحة كورونا. بحثت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى هموم وقضايا مواطني ولاية نهر النيل، وفي مقدمتها قضايا المرأة والشباب ومدى توفر الخدمات بالولاية. وأشاد والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عبد المحمود حماد حسين في تصريح صحفي عقب اللقاء بالدور والإسهامات الكبيرة لعضو المجلس السيادي إبان غرغ قارب منطقة المناصير الذي أودى بحياة 28 من فلذات الأكباد لمواساتها لأهل المنطقة وإرسال قوافل لهم. وأكد استعداد الولاية التام للتنسيق مع الجهات المعنية حتى لا تتكرر هذه المأساة بتوفير عدد مقدر من القوارب. وأشار الوالي إلى مشاورات تجريها الأستاذة عائشة موسى مع بعض الجهات من أجل إنشاء جسر في المنطقة. ناقشنا نقاش مستفيض حول قضايا المرأة وقضايا الشباب وقضايا المعاقين وقضايا المياه، ولقينا الأخت الأستاذة عائشة هي لها يعني سبق في الحوادث اللي حصلت للإخوة في منطقة المناصير إبان قرق قارب الذي أدى إلى وفاة 28 من فلذات الأكباد. كان عندها دور واضح وسهم كبير وأرسلت قوافل لهذه المنطقة، والآن هي يعني بتجري في بعض المشاورات مع بعض الجهات لعمل الجسر. تواصلت المفاوضات الثلاثية الإسفيرية بين السودان ومصر وإثيوبيا حول خطط ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق. وبدأت الأطراف الثلاثة في مناقشة وثائق الاتفاق المرجو في أجواء سادها جدال محتدم حول العديد من القضايا الخلافية. وأعاد مفاوض سوداني في تصريح صحفي تأكيد السودان على ضرورة التوصل لاتفاق سريع ومقبول للدول الثلاث قبل بدء إثيوبيا في عملية الملء الأول لسد النهضة في مطلع يوليو القادم. وقد اتفقت الدول الثلاث في ختام جلسة اليوم على تبادل الرؤى إزاء القضايا الخلافية بما يمكن من تقريب وجهات النظر وصولا للتوافق بشأن تلك القضايا. وسيتم استئناف التفاوض غدا السبت.
طالب مواطنون بجنوب دارفور السلطات بفتح المسارات ومناطق الرعي التي تم التغول عليها قبل تحرك البادية نحو المخارف خلال موسم الخريف الذي بدأت تباشيره بالولاية، وطالبوا بتشديد الإجراءات الأمنية وفرض الاستقرار لضمان نجاح الموسم الزراعي، فيما دعا مشاركون في ملتقى محليات شمال الولاية إلى ضرورة سن القوانين التي تمنع زراعة مسارات الرحل مع مراجعة كل المسارات مع تشكيل دوريات للمراقبة، وذلك لاستقرار حياة المجتمع الزراعي لضمان نجاح الموسم الزراعي. على الرغم من تقلبات الأوضاع في السنوات الأخيرة في دارفور، إلا أن العلاقات الاجتماعية بين المجموعات السكانية ظلت متماسكة لاستنادها على الإرث التاريخي لتواصل الأجيال بحسب علاقة الجوار وتبادل المنافع. فالناس هنا القاسم المشترك بينهم هو الرغبة في زوال كافة مسببات النزاع وصولا إلى فضاءات الاستقرار الآمن في أراضيهم المعطاءة. من أساس قمنا لقينا أبهاتنا الكبار ده مسارات ماشي كده وماشي كده وماشي كده، في قدام لما تمشي قدام في ناس طبعا سو زراع بكون في محلات مقفلة ديك، وبعد ده كله يفتوه أديل دخري أي زول مثلا زاري في المرهال يفتوه. أنا دايرين عافية والسلام ودايرين أمني ودايرين المسارات يفتوهم، وما دايرين أي زول يجي يمشي في زري زول. ارتباط الرعاة بحركة البادية بصورة موسمية نشاط ظلت تعتريه الكثير من العثرات ومشاكل التعدي على المسارات، مما أوقعهم في دوامة من المشاكل والاحتكاكات مع المزارعين، واقع ينتظر الحل المستديم للحفاظ على استقرار الثروة الحيوانية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد القومي. كناس مواطنين ورعاة نحن يعني نتمنى أول حاجة يكون يفتح لنا الصواني حقت الروح اللي بيجي وينزلوا عشان ما يكون لنا في احتكاكات وفي مشاكل وكده، دي اللي نحن ناسي دايرينها ودايرين يكون الأمن يعني مستتب. الاستعدادات المبكرة وتلافي المخاطر واحدة من أهم عوامل نجاح الموسم الزراعي في هذه الولاية في ظل تزايد الشكاوى وتبادل الاتهامات بين المزارعين والرعاة حول التعدي على المزارع وزراعة الصواني والمراحيل، هي ذات القضايا التي تنادى لها المشاركون في ملتقى ميرشينج. ومصاحبة البوادي أثناء النشوق والعودة، تفعيل دور القوانين والأعراف لتفادي مسائل التصدي أو مسائل التعدي على المزارع أو الاحتكاك، تفعيل تمكين رجال الإدارة الأهلية ماديا وقانونيا وحركيا، إنشاء الحفائر والسدود. هنا تدعى نفر من المزارعين والرعاة والمختصين لبحث الحلول الممكنة في هذا الملتقى لمحليات شمال الولاية معالجة لظاهرة نزاع المزارع والراعي، مع التزام السلطات برعاية وتنفيذ التوصيات وفرض المزيد من الإجراءات تجاه المخالفين. نحن بعد المؤتمر ده من توصياته حنزل أمر طوارئ، أي زول يتعدى على حق ما حقه كان مزارع ولا راعي من هسه جماعة نتفق عليه وعندنا قانون بلاه الزول اللي حصل الشغلانية دي ولا يسأل ببادته ولا يسأل بزراعته، يمشي طوارئ يسلم نفسه بعد يتحرك من المصايف بحر الجبل لحد المخارف لو في أقصى منطقة الملم أو في وادي أور، دعنا تمشي إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود. وتظل قضية المسارات والمراحيل واحدة من القضايا التي تثير النزاعات دائما في هذه المناطق إن لم تجد حماية من التعدي الزراعي لتأمين حركة قطاع الثروة الحيوانية في هذه الولاية. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، محلية ميرشينج، السودان. هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. لجنة أمن ولاية كسلة تؤكد على تأمين الموسم الزراعي وحماية الغابات والمراعي.
أهلا بكم من جديد وإلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة نقلا عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد وواشنطن أكدتا التزامهما بانسحاب القوات الأمريكية وذلك دون تحديد جدول زمني. وكان البرلمان العراقي صوت هذا العام لصالح مغادرة القوات الأجنبية من البلاد، وتغادر القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف في إطار خفض لأعدادها. وقال الكاظمي جرى تأكيد الانسحاب الأمريكي من العراق لجميع المتواجدين وعدم وجود أي قواعد. وذكرت الوكالة العراقية دون الخوض في التفاصيل أن الكاظمي قال أيضا إن الحوار الاستراتيجي بين البلدين أنتج اعترافا بقرار مجلس النواب بالانسحاب الأمريكي. قال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى أمس إن هناك جوانب مفيدة من مقترح مصري لهدنة في ليبيا، لكن محاولة وساطة تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام في ذلك البلد لهي أفضل طريق المضي قدما. وانزلقت الدولة المنتجة للنفط إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011 و2010 في ليبيا انقساما، إذ تسيطر الفرق الوطني المعترف بها دولياً على العاصمة طرابلس في حين يحكم القائد العسكري خليفة حفتر الشرق. وكانت مصر دعت إلى وقف لإطلاق النار اعتباراً من الاثنين في إطار مبادرة اقترحت أيضاً مجلس قيادة منتخب، بينما رفضت تركيا المقترح. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي في تقرير اطلعت عليه رويترز أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي أصلها إيراني. وقال غوتيريش كذلك إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر عام 2019 وفبراير عام 2020 من أصل إيراني كذلك. وأضاف أن خصائص تصميم بعضها مشابه لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران أو تحمل علامات فارسية. وذكر غوتيريش أن هذه القطع ربما نقلت بطريقة لا تتسق مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية. ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على تقرير الأمم المتحدة، بينما تضغط واشنطن على مجلس الأمن لتمديد حظر أسلحة على إيران من المقرر انقضاؤه في أكتوبر. عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية. وقال إنه يتعين حماية استقلال المحكمة. وأقر ترامب أمس عقوبات اقتصادية وحظرا على سفر موظفين في المحكمة التي تتخذ من لاهاي قرا لها، وذلك بعدما شاركوا في تحقيق بشأن ما إن كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن تهديد محتجين بمهاجمة تمثال لوينستون تشرشل مخزن وسخيف، في أقوى تصريحات له حتى الآن بشأن اتجاه متصاعد لتحدي إرث زعماء الماضي. وأصبحت التماثيل هدفا لمحتجين مناهضين للعنصرية يعبرون عن رفضهم للماضي الاستعماري لبريطانيا، وذلك في إطار احتجاجات منذ وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد. وقبل احتجاجات جديدة اليوم الجمعة غطى مسؤولون تمثالا لتشرشل رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية أمام مبنى البرلمان بألواح بعدما تعرض للتخريب على يد محتجين يوم الأحد الماضي. في أخبار الاقتصاد، أمنت لجنة أمن ولاية كسل بتأمين الموسم الزراعي لعام 2020-2021 وحماية الغابات والمراعي. وأمن الاجتماع التحضيري الخاص بضرورة الإسراع بأهمية فتح المسارات الرعوية لحركة الحيوان تجنبا للاحتكاكات التي تحدث بين المزارعين والرعاة سنويا، خاصة وأن الاستعدادات للموسم الزراعي بدأت فيه التحضيرات الزراعية في مناطق الإنتاج. وأشار الاجتماع إلى التزام المزارعين والرعاة بالمساحات والمناطق المحددة دون التعدي على مساحات زراعية أو رعوية. وأمنت اللجنة على مقترح قيام ورشة تنويرية لتجمع الإدارات الأهلية والتنظيمات بالمحلية والشرطة للمساهمة والمساعدة في حفظ الأمن ومنع الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.
عادت الأسواق الرئيسية بولاية الجضارف متزاولة نشاطها التجاري، وتلاحظ توافد أعداد مقدرة من المواطنين للسوق العمومي بالجضارف دون التزام ملحوظ بالتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات حسب توجيه اللجنة العليا للطوارئ الصحية، بينما تم ترحيل المواصلات إلى مواقف جانبية بديلة منعا للتجمع المعهود في المواقف العامة، إلا أن فئات الترحيل ظلت على ما هي عليه بعد مضاعفتها إبان الحظر دون قرار من الجهات الرسمية، وشكل المواطنون من قفزات كبيرة في أسعار السلع والمواد بأكثر من 300% في بعضها خاصة المواد الغذائية والأدوية. دفعت وزارة الطاقة والتعدين الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط ما يزيد عن 5000 متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الصيفي والقطاع الخدمي، وبلغت الكميات التي سلمت إلى الولايات الزراعية أكثر من 2000 متر مكعب من الجازولين. وأكدت وزارة الطاقة والتعدين التزامها بتأمين جازولين المشروعات الزراعية إلى مختلف فترات الموسم الزراعي. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. يونمي تدعو لضبط النفس عقب حادث القتل في معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور. البرهان يؤكد انحياز المنظومة الأمنية للتغيير في السودان والمضي فيه بكل تجرد وصولا لحكومة منتخبة. حكومة ولاية الجضارف تعلن عن إعادة فتح المعابر الحدودية بين السودان وإثيوبيا بصورة رسمية. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.